هنا جريح من الثوار يحاول البعض المجاهدين إنقاذ الجريح وإسعافه. هذا هو الجريح على الطريق. هذا هو الجريح على الطريق طبعا من جراء استهداف سيارته من قبل قوات النظام 14/10/2014. هذا هو الجريح يحاول الأخوة المجاهدون إسعاف الجريح. إذن هذا هو الجريح، بفضل الله عز وجل تمكن الأخوة من إسعاف الجريح، تمكن الأخوة الثوار المجاهدين من إسعاف هذا الجريح من إنقاذه. الحمد لله رب العالمين، تم إسعاف الجريح. إذن هذا هو الجريح بفضل الله عز وجل تمكن الأخوة من إنقاذه. الحمد لله رب العالمين، تم سحب الجريح. تم سحب الجريح وإنقاذه. وهو الجريح أصبح في السيارة. الجريح تم إنقاذه وسحبه وأصبح بالسيارة، وهذه السيارة تحرك إن شاء الله تعالى لإسعافه إلى أقرب نقطة طبية. هذه السيارة أسعفت الجريح وتم إنقاذه باتجاه نقطة طبية إن شاء الله تعالى.